هنا في هذه المقبرة الأكبر بالعالم دارت رحى أعنف مواجهات معركة النجف الكبرى، مقبرة وادي السلام حملت حينها كل شيء إلا اسمها. 6 ملايين جثة في المدافن تحت الأرض شهدت على آلاف القتلى سقطوا بعمليات عسكرية ضخمة دارت معظمها فوق اللحود بين مسلحين مشرذمين بجيش المهدي العراقي والجيش الأمريكي الأقوى في العالم. لكن المفاجأة كانت أكبر من أن يحتملها الأمريكان. ماذا حدث في معركة النجف الأكبر؟ وكيف أدار الصدر عملياتها؟ وما هو دور السيستاني؟ شرارة المهدي. بعد الغزو الأمريكي للعراق وسقوط نظام صدام حسين في مايو 2003 لم يمهل رجل الدين الشيعي الشاب مقتدى الصدر الولايات المتحدة كثيرا قبل أن ينشئ حركة سياسية دينية باسم التيار الصدري، فاستطاع خلال شهور تحشيد أنصاره للخروج بتظاهرات ضد الاحتلال الأمريكي وتنصيب بول بريمر حاكما أمريكيا للعراق، ليبدأ الجيش الأمريكي محاولة تصفية التيار الصدري ووأده بالمهد. فوجد الصدر نفسه مضطرا لتشكيل جناح عسكري لتياره السياسي الديني، وهو تأسيس جيش إسلامي مطيع لمراجعه وقواته. فكانت ولادة ما أسماه جيش المهدي في يونيو من عام 2003 عندما دعا الصدر لحمل السلاح بوجه القمع الأمريكي لمظاهرة أنصاره، فانضم إلى صفوف جيش المهدي على الفور آلاف الشباب من الطائفة الشيعية في مناطق وسط وجنوب العراق. ورغم استمرار الجيش الأمريكي بمحاولة تصفية الصدر أو القبض عليه، خاصة بعد اتهامه باغتيال عالم الدين الشيعي عبد المجيد الخوني، إلا أن المعارك الحقيقية بين جيش المهدي التابع للصدر والجيش الأمريكي لم تبدأ إلا في 4 أبريل من عام 2004 مع إصدار الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر قراراً بإغلاق صحيفة الحوزة الأسبوعية التابعة للتيار الصدري بتهمة التحريض على مهاجمة قوات التحالف ونشر أخبار كاذبة، ما حد بأنصار الصدر الخروج باحتجاجات من بغداد ومدن أخرى. فكان الرد الأمريكي بقمع المظاهرات وإطلاق النار عليها، إضافة لتطويق منزل مقتدى الصدر واعتقال أحد مساعديه. لتتدهور الأوضاع وتتسع رقعة الاحتجاجات والمظاهرات التي شهدت مقتل وإصابة أكثر من 160 متظاهرا. الصدر حيا أو ميتا. مع اتساع المظاهرات كان قرار الصدر بدء عمل عسكري ضد قوات التحالف بمهاجمة جيش المهدي القوات الإسبانية المتمركزة في قاعدة الأندلس، فتأتت العملية عن مقتل وإصابة 13 عسكريا سلفادوريا وإسبانيا. ومع محاولة قوات التحالف الرد على العملية في إطار محدود، كانت المفاجأة بأن الهجوم لم يكن إلا ساعة صفر لاندلاع مواجهات مسلحة بشكل متزامن بين جيش المهدي وقوات التحالف في معظم مدن وسط وجنوب العراق، إلا أن القتال تركز في مدينة النجف، حيث أعلن الصدر اعتصامه في مسجد الكوفة شرق المدينة إثر أعلان القوات الأمريكية عزمها اعتقاله واعتباره خارجا عن القانون، ليصبح التمركز الرئيسي لعناصر جيش المهدي في محيط مسجد الكوفة ومرقد الإمام علي بن أبي طالب. مع استمرار المعارك في مدينة النجف التي نجح رجال الصدر بالسيطرة على معظمها وإجبار القوات الأمريكية على التراجع حتى حدود المدينة قبل أن تصل تعليمات جديدة للقوات الأمريكية مفادها أن مهمة الجيش الأمريكي الآن إما قتل الصدر أو اعتقاله ولا عودة دون أحد الأمرين، فيما كان رد الصدر بدعوة أنصاره لاستمرار القتال حتى لو تم قتله أو اعتقاله، بأن المقاومة الشريفة ستستمر مهما فعل المحتلون، وإن لم نقاوم بالسلاح
لتستمر الاشتباكات وتمتد لتشمل جميع أنحاء النجف والكوفة، حيث اعتمد مسلحو جيش المهدي على تكتيكات حرب العصابات، ما أجبر قوات التحالف على التراجع قبل أن يفاجئ الصدر القوات الإسبانية بوابل من القذائف الصاروخية والهاون، كما أوقع القوات الأمريكية في كمائن محكمة بأطراف قضاء الكوفة ومحيط المدينة القديمة في النجف، أتبعها بمهاجمة الجيش الأمريكي المتمركز في منطقة بحر النجف. ولم يتوقف القتال الدموي في أطراف المدينة القديمة ومقبرة وادي السلام وأطراف مدينة الكوفة، حتى أعلن الجيش الأمريكي في 27 مايو إيقاف عملياته في النجف ضمن هدنة وافقت أمريكا بموجبها على الانسحاب من المدينة القديمة، بينما كانت القوات الإسبانية قد انسحبت بالفعل في أواخر شهر أبريل. لم تفلح الهدنة الموقعة بين الصدر والقوات الأمريكية بوقف الاشتباكات المتقطعة في أطراف النجف ووادي السلام والكوفة، ورغم تسليم أمريكا الملف الأمني في المدينة للشرطة العراقية، إلا أن قطعة من القوات الأمريكية اتجهت في 5 أغسطس من عام 2004 لتطوق منزل مقتدى الصدر في النجف، وتبادرت إطلاق النار مع مقاتلي جيش المهدي، ما أدى إلى مقتل 2 من جيش المهدي إضافة لمدنيين. ومع اقتراب المارينز الأمريكي من اقتحام منزل الصدر والقبض عليه، ضرب مقاتلو جيش المهدي حصارا حول القوات الأمريكية التي وقعت في فخ جديد من تخطيط الصدر. وبعد اشتباكات دامية، وقع معظم أفراد القوة الأمريكية بين قتيل وجريح، بينما كانت قوات أمريكية أخرى تحاول اقتحام المدينة باستخدام الدبابات والطائرات المروحية. وما أن جاء اليوم التالي في 6 أغسطس حتى أعلن جيش المهدي عن إسقاط مروحية أمريكية وقتل وإصابة 7 جنود في هجمات متفرقة بالقذائف الصاروخية في مقبرة وادي السلام وساحة ثورة 20 وسط النجف، في وقت كان آلاف المتطوعين بجيش المهدي يتدفقون من مختلف مدن العراق للمشاركة في القتال العنيف بالنجف. وبعد أيام من الاشتباكات الدامية، وتحديدا في 12 آب من عام 2004، فشلت عملية أمريكية جديدة لقتل الصدر أو اعتقاله، حيث اقتحمت قوة من مشاة البحرية الأمريكية مدعومة بالطائرات منزل الصدر، إلا أنه كان خاليا. وبعد قصف محيط المنزل بقنابل طائرات F-16، ظهر الصدر من داخل مرقد الإمام علي وسط المدينة، داعياً لاستمرار القتال رغم إصابته بجروح عدة، ليستمر القتال بين الطرفين خاصة في مقبرة وادي السلام، حيث استخدم الجيش الأمريكي الطائرات لقصف المقابر التي تحصن بها مقاتلو جيش المهدي، إضافة لقصف يومي لكل أنحاء مدينة النجف، ما خلف دماراً كبيراً. ومع استمرار صمود قوات الصدر داخل النجف ومحاصرة القوات الأمريكية لمقاتلي جيش المهدي في الصحن الحيدري، دعت المرجعية الدينية الشيعية إلى مسيرة حاشدة تصل إلى النجف في 26 أغسطس بالتزامن مع عودة المرجع الشيعي علي السيستاني إلى العراق، ليتم في 27 أغسطس إعلان هدنة وإيقاف إطلاق النار بين جيش المهدي والقوات الأمريكية، حيث تم الاتفاق على انسحاب كامل للقوات الأمريكية من النجف والكوفة وتسليم الملف الأمني فيها إلى الشرطة العراقية إثر إعلان مقتدى الصدر الموافقة على الشروط التي وضعها السيستاني. وفي 28 آب تم تسليم مفاتيح الصحن الحيدري إلى ممثل السيستاني، قبل أن يعلن جيش المهدي انسحاب عناصره وإيقاف إطلاق النار بشكل كامل، فيما انسحبت القوات الأمريكية من النجف والكوفة. وأنت برأيك، لماذا فشل أقوى جيش بالعالم بتحييد الصدر وقتله أو اعتقاله، رغم أنه لم يكن يبعد سوى أمتار؟